السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار المسائية من قناة الوطنية، نستهلها بأبرز العناوين. أثناء مذوله أمام الجمعية الوطنية، وزير الصحة الموريتاني يؤكد على إدخال إصلاحات على الصحة. اختبارات سريرية لعقار منشط للقاح أيبولا في بريطانيا، وإفريقيا تعد الضحايا بالآلاف. رئيس الحزب الحاكم يلتقي تجار السوق ويحملونه رسالة إلى ولي عبد العزيز. وفي مسائية اليوم تتابعون بعد إعلانها منطقة حرة، إلى أين وصلت نواذب حتى الآن؟ أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الصحة أحمد الجلفون خلال مذوله أمام الجمعية الوطنية إن الكادر البشري في قطاعه تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضح الوزير أن الكادر البشري في القطاع الصحي في عام 2009 لا يتجاوز 2500 عنصر، بينما أصبح الآن يصل إلى 5000 عنصر موزعين بين الأخصائيين والأطباء والممرضين والفنيين وعمال الدعم. وقال الجلفون إن كافة المراكز الصحية بموريتانيا ستطبق توقيتا جديدا للعمل يمكن من وجود مداومة على مدار الساعة في غضون أسابيع، وبالتزامن مع بداية سنة 2015 بحسب تعبيره. دشن علماء بجامعة أكسفورد البريطانية أول اختبارات سريرية لعقار جديد منشط للقاح فيروس إيبولا طورته شركة بافاريا نورديك الدنماركية. وقال باحثون إن 30 متطوعا من الأصحاء في بريطانيا من الذين حصلوا بالفعل على لقاح إيبولا سوف يحصلون على حقنة منشطة. هذا وتتسابق شركات الأدوية والعلماء لتطوير لقاح فعال يساعد في التحسين من نتاج جرعة اللقاح الذي أنتجته شركة غلاسكو سميث كلاين من أجل مكافحة أسوأ تفشي لإيبولا في العالم، والذي أودى بحياة نحو 6000 شخص في غرب إفريقيا. التقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد المحام بمقر حزبه اليوم في العاصمة ممثل التجار ومستأجر السوق المركزي. وخلال اللقاء تسلم المحام رسالة من طرف ممثل التجار والمستأجرين موجهة إلى رئيس الجمهورية من أجل حل مشكل السوق المركزي بعد قرار السلطات الحكومية هدمه وتشييده من جديد. التقرير التالي يسلط الضوء على تداعيات قرار هدم سوق العاصمة. احنا ما خالد شي عوضنا مرستنا هاي ولا نبقوا عنها بديل، يا غير الدوله تقد تبني مرسى اخرى وتعود في المواصفات اللي قالت على انها لا يتعدل الدور اللي يقيسوها شمنا رواقيش، يا غير احنا نختاروا انت مو مرستنا. حفاظا على موجود لا طلب لمفقود، لم يجد ملاك حوانيت سوق العاصمه بدا من الوقوف في وجه قرار اعياهم سماعه قبل التقبل. قرار هدم سوق العاصمه وان جاء في صيغه قد تحمل في طياتها ضربا من التحفظ لم يكن محل إعجاب لدى الكثيرين ممن حملهم الأمل إلى مراكز صنع القرار الحكومية والسياسية. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومن خلال رئيسه سيد محمد المحم حمل رسالة المتضررين إلى الجهات المعنية ألها تعدل عن قرار من فكت تؤكد أن طريقة تنفيذه مربوطة بالتشاور. قضية المرسى القديم والناس اللي فيه قلت لكم عنهم لا يخلق فيها إلا ذاك اللي بتواكم عنهم. قلنا عن السوق هذه اللي لا يتعدل جديدة أنا مهومة مسبقين فيها أنهم يبقي ملك فيها والله يكري فيها والله ذا وحنا عندنا لوايحهم ضبطة وعندنا لوايتهم كاملة. قضية الصا لكن لا يعدل له هي وش لا يعدل لهم والبدي لكن لا يخلق الله بالتشار معهم. تماشيا مع عصرانة المدن تصر الجهات الحكومية على ضرورة تنفيذ قرار كهذا في مرحلة كهذه لها ما بعدها. قد تشهد موريتانيا فيها تطورا ملموسا للسوق كانت شاهدة على الكثير مما أدى إلى تساقط بعض جدرانها سيما في طابقها العلوي الذي يكاد يجمع على حاجته إلى الترميم وإن أصر البعض على عكس ذلك. موجهين للناس كاملة على أن مرسى كابيتال ما هي ضعيفة ولا يبذل مستوى العينهم هم عليه، على أنها مزاد تمتينة مزاد الانجنيار اللي بانيها قال على أنها مزاد تحتمل 20 سنة وعلى أنه عنده الإثبات لأنه هو والبانيها، ونستغرب من هذا القرار تماماً اللي انقال. سوق العاصمة وتاريخها الخاص وهي التي كتب لها أن تنجو من ألسنة اللهب أكثر مرة في أكثر موقف، ولعل لها أن تتجاوز أزمتها الحالية دون ما تعثر. طالب سكان بلدية تك وبر بمقاطعة بود في وقفة احتجاجية أمام وزارة التهذيب اليوم طلبوا بتجهيز مدارس أدواب بالطواقم والمعدات.
ويشكو سكان أدواب مما أسموه التجاهل المفرط لحقهم في التعليم، وهو ما تضرر منه نحو 362 طالبا. وأكد المحتجون أن شرعية مطالبهم تحتم على السلطات المعنية التجاوب معها، رافضين التمادي فيما وصفوه بتجهيل سكان أدواب. القرى تشكو التعليم. اليوم اللي نحن نتكلم فيه في رقم سنة التعليم اللي أعلن عنها رئيس الدولة، نحن اليوم فينا زياد من 362 طفل محرومين من التعليم لا لشيء إلا أنهم أبناء أدواب. أدبايلي فيه اليوم 153 تلميذي، يعني ثلث أقسام سنة الأولى إلى السنة الثالثة في الوقت اللي ما فيهم ولا قراي واحد. أدبايلي مبيديع فيه سبع أقسام من عند السنة الأولى إلى السنة الثالثة، وسنة الأولى يالطة تسجل دي السنة، هذا كامل عنده قرايين ومدير. إذا هذا حرمان أولاد أدواب من التعليم، ما في أي ذنب. وقفتنا جبرنا تجاوب الوزير، ما جاوبوا معنا، قالوا لنا قاعد ناخذ لاية، شفنا الوزير هون القضية دور يعدلوها، ولكن احنا جينا بعد نواصل القضية، رانا إن شاء الله ولين يجيبوا لنا ذاك الدور لنا يبينوا لكم. تمر عملية إعداد التبغي محليا بعدة مراحل تتطلب خبرة وصبرا، وقد لا تعني هذه المراحل لمدخن ما يعرف محليا بمنيج الكثير، إلا أن المباشرين لعملية الإعداد يرونها مغامرة تعتبر عائداتها أقل من المخاطر. رغم غدمها ونعتها من قبيل البعض بتدخين البدائي، لأنه لا يزال المنيج أهميتها في حياة جل الموريتانيين. تمر صناعة المنيج بمراحل متعددة، تبدأ بإزالة العود عنها ثم نزع الغبار ثم غربلتها لتكون صالحة للبيع، إلا أن كثرة الغبار قد تتسبب في إصابة مباشرين لهذه الصناعة بأمراض قد تضر بصحتهم. نقلوهم الصوص ونقلو عودها وحده، نقلو غبرتها وحده، نصورها ونعطوها الحد وش بيه. شوف راعي شوف خلنا عندنا الصوص ونعدلوها، نقلو حطبها ونقلو غبرتها ونش بيها رقاجة تنبيثني. يتحدث بايعي منيجع المداخيل والرباع التي يجونها من مهنتهم رغم غلتها، ويطالبون الدولة باهتمام بهم وإعطائهم أولوية تتمثل في تزويدهم بالإمكانيات الضرورية التي تمكنهم من حماية أنفسهم أثناء عملية التصنيع. شو الفوضى تعطى 45 و15 وهوك وهوك، ونحن هون ما قط شارع حد يعرف لنا الشيء، كان عندنا مدة والله ما نار وادي مدة قاعدة راسهم عايشة، صاير يوم ويا يعطيه لهم، أنا مرة ما أطرح مرات تتعشى مرة ما تتعشى مرات تتغدى مرة ما تتغدى وهي عاد. رغم استعمال بعض الموريتانيين لها، تبقى صناعة منيجة تعايد كثير من المشاكل والمخاطر، مخاطر تتجاوز الضرر بالمدخن المصنع نفسه. يعقوب سيد عبد الله، الوطنية، نواكشوط. ربما علينا أن نسأل أحد فني القناة إنجاجا عن أضرار منيجة. منذ إعلان نواذيب منطقة حرة، اتجهت أنظار التجار والمواطنين على حد سواء إلى المدينة، وكل من منظوره الخاص يعلق آمالا جساما على مستقبل أفضل بعدما يناهز السنتين. إلى أين وصلت المنطقة؟ على شاطئ من أغلى شواطئ العالم وأكثرها إغراء، قررت الحكومة الموريتانية في 24 من نوفمبر 2013 إعلانها منطقة حرة. نواذيب التي حباها الله بموقع جغرافي متميز ومناخ معتدل وشواطئ غنية جعلت منها موقعا استراتيجيا يستحق التجربة، ولكن هل تكفي هذه العوامل وحدها لإنجاح وتفعيل استراتيجيات المنطقة الحرة؟ نواذيب كما تعلمون وكما يعلم الجميع تتمتع بجملة من المزايا، استغلالها كان من الضروري له أنه تتخذ قوانين والتسهيلات ضرورية، وبالتالي اتخذت السلطات العليا في البلد برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز هذا القانون الشجاع، والذي اليوم هو حقيقة تعيش منطقة نواذيب. وأيضا هذه الرؤية الاستراتيجية الكبيرة التي ستمكن من استغلال هذه الموارد والإمكانيات الهائلة في نواذيب اليوم بدأت تتجسد على أرض الواقع من خلال هذا القانون الصريح، ومن خلال هذه الهيكلة التي تم وضعها في نواذيب من أجل مرة أخرى استغلال أمثل لخيرات نواذيب. يهدف مشروع إنشاء المنطقة الحرة حسب القائمين عليه إلى شذب الاستثمارات وتشجيع نمو الاقتصاد الخاص،
وبكون المدينة شاطئية سمكية، كيف يستفيد الاقتصاد السمكي من تحرير المنطقة؟ من أين والبو؟ الحمد لله خلقوا فيه بعض من المسائل اللي ساعدته بنواكب هذا الركب التنموي، ولا القطب التنموي اللي قلتوا شرطوا عليه. وهذا فيه أولا خلق فيه ياسر من إصلاحات مهمة، أولا الملاحة وعدلها ياسر من شيء لنعات ما تات فيها أي مشكلة خطر. حسيت بعد انقلع هون أكثر من 74 باخرة كانت في أعماق الماء وكانت خطر على الملاحة. استغلال الإمكانيات الاقتصادية والسياحية لمدينة وذيب الاستقلال الأمثل كان الهدف الأول من أجل إنشاء المنطقة الحرة. خطط واستراتيجيات وضعت حسب القائمين تخطو في اتجاه التنفيذ، فهل تحقق تلك الاستراتيجيات في حال نفذت أحلام أبناء الشاطئ في مدينة الأمواج، أم أن مدينة وذيب ستظل حرة حرة؟ أما الآن فإلى صفحة المختصرات الدولية. نددت مظاهرات مخرجة اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وطالبت بالقصاص لضحايا ثورة 25 من يناير، بينما طالبت مسيرات بالإسكندرية وبورسعيد بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أسقطت المحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أورو كينياتا لعدم توفر أدلة كافية لإثبات مسؤوليته الجنائية المفترضة، بعيدا عن أي تشكيك وفقا لما جاء في تصريح المدعية فاتو بونسودا. أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن الطيران الفرنسي يشن قارة كبرى على أهداف في العراق في سياق عمليات الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. قالت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها التقى مسؤولين سودانيين الأسبوع الجاري لبحث الاتفاق على استراتيجية لخروج البعثة الأممية المنتشرة في إقليم دارفور، وكانت العلاقات قد توترت بين البعثة وحكومة الخرطوم على خلفية اتهامات لميليشيات موالية للحكومة باقتراف عمليات اغتصاب جماعي في الإقليم، وهو ما تنفيه الحكومة السودانية. ومن صفحة المختصرات الدولية إلى جديد الرياضة. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أثناء مثله أمام الجمعية الوطنية، وزير الصحة الموريتاني يؤكد على إدخال إصلاحات على الصحة. اختبارات سريرية لعقار منشط للقاح ايبولا في بريطانيا، وافريقيا تعود الضحايا بالالاف. رئيس الحزب الحاكم يلتقي تجار السوق ويحمل له رسالة الى ولي عبد العزيز. وفي مسائية اليوم تابعتم ايضا بعد اعلانها منطقة حرة، الى اين وصلت مواذيب حتى الان؟ نشرتنا انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، أطيب المنى، السلام عليكم.